هاي راح نفوت للفرنش ماركت. هذه الفرنش ماركت راح اراويكم اياها بهالاتجاه اللي بيها الاكل وبيها الهدايا وبيها التحفيات وبيها الصنع اليدوي. Can you tell me a little bit about this? This vegan pancake. Vegan pancake. Oh my god. Vegan sausage. That's how easy it is, man. Yeah, you want to stop it? عصير البرتقال فريش والكراب كيك هو مالتي البرانش. راح اوصف لكم الاكل. And James, he's the guy who's serving us today. Thank you, man. You will send your picture to me. You're going to be on YouTube. You can't speak with him. Well, you guys, the green dressing is the Vidalia onion. Well, you probably know. Vidalia onion for the salad. Yeah, just tell the camera, man. And the orange is the Ramala sauce for your crab cake. You guys need anything else? That'll be it for today, man. And utensils. Oh, you got yeah. There. Okay, great. Hot sauce, salt, pepper? No, we're good. No hassle. Thank you, guys. You're welcome, man. I'll bring your card to you. All right. هسه احنا هنا راح ناكل البرانش مالتنا. هو لا ريوب لا غدا هو قبله بس between. حلو between. حلو تبدي يومك بشيء خفيف. اليوم راح نبدي بشيء خفيف وماكو اخف من عصير برتقال وكراب كيك والحي الفرنسي لويزيانا نيو اورلينز. صدق يومك يصير حلو اذا بديت فريش وما في فريش اكثر من هذا. عصير برتقال فريش وكراب كيك سالاد. اشوفكم ورا ما اخلص. البزنس كارد مال المحل هنا أنا موجود بالعنوان. هذا البزنس كارد مال المحل هذا بالعنوان. ابو المحل جاب لنا اياه. درى انا السنه الماضيه كنت هنا وقع لي مال السنه الماضيه ومال هالسنه على مود ازوره بالسنه اللخ اللي راح تجي. هابي فالنتاين داي. هذا المحل اللي اكلنا من عنده العصاير فريش وهو طريقه تقديم فريش. يا ابويا احنا اكلنا ويانا صديقتنا امين. هنا الشغل يدوي. يحبون الشغل اليدوي. يحبون يعتزون بحضارتهم. يعتزون بمدينتهم. مدينة صغيرة بس بيها تاريخ كلش كبير. التحفيات هاي مام. How are you doing? All good. All hand job. She's painting. شغلات ممكن تتخلى بالحديقة. تتخلى بالطاولة برا. كله شغل ايد. الفخار. اللوحات. الصور. الناس. المدينة. التاريخ. البيبان القديمة ما يذبوها يستخدموها يخلون بها تحفيات. طريقة العرض. طريقة جذب السياح. الشغلات اللي تتخلى بالحديقة كلها صنع يدوي. الشغلات اللي تاكلها كلها فريش. مدينة عايشة على البحر. هاي نفس اللي كانوا نفس المنتجات اللي استخدموها الفرنسيين نفسها بعدها موجودة هنا. البيبسي والكوك والفانتا. هسه احنا هنا بالفود كورت. راويتكم جزء بسيط من اللي المنتجات اللي يقدموها هنا ونوعية الاكل اللي يقدموها هنا. راح اخلص من هنا راح اطلع. هاي هنا الجيتا بايت. هنا
يقدموا لك اكل تماسيح، مو الاكل التماسيح تاكله هنا. أنا تاكل تمساح ما اكلها قبل بفلوريدا، ويعجبني اكلها مارتيلو، راح اكلها هنا وراح اقول لكم على الطعم. انا اعرف الطعم شلون، بس بجربها هناك اعرف طعمها. خليني اجربها بلويزيانا نيو اورلاند على مود اقول لكم شلون طعمها.